الإنشاد إذن متواصل معنا كل أربعاء، نحلق مع أصوات لها ملامحها المميزة التي تمنحها الدخول إلى القلوب والوجدان دون ما استئذان. صوت جديد ودقائق من فن الروح في فقرتنا الثانية في برنامجنا مع الناس. أما الفقرة الأولى التي تأتيكم عادة بعد الأخبار، فيها نعيش مع فضيلة الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي الديار المصرية ولقائه الأسبوعي. معنا في هذه الليلة نفتح حوارا معه حول مفهوم الاختلاف وما نفتقده في هذه الثقافة المهمة في ظل تعمق وزيادة الاختلاف بين الأفراد والأسر وأثر ذلك على بناء الأوطان. أما الآن فكالمعتاد وكل أربعاء أصحاب حضراتكم في جولة إخبارية نبدأها من اليوم السابع بصحبة الكاتب والمحلل السياسي الصديق العزيز دكتور صلاح هاشم. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بحضرتك. خلينا ناخذ أول خبر. يا مسهل. يعني خبر له علاقة بالإعلام. طارق عبد الجابر شاكرا السيسي بعد العودة لمصر، الوطن يشهد عصرا جديدا من الحرية. وجه الإعلامي طارق عبد الجابر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصول مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء قادما من اليونان للسماح بدخوله للبلاد بعزة وكرامة طالما أنه لم يشارك في أي أعمال عنف أو إراقة دماء. قريت إيه بين السطور؟ مغزى. قريت ان في مراجعات بدات تتم لدى يعني عناصر كثيره جدا من اللي كانت تابعه للجماعه الاخوانيه، وان هناك كانت فئات مغيبه بشكل كبير جدا، ولعل ذلك الفئات كانت متعلقه بمجال الاعلام والذين شنوا موجات حاده مناصره لجماعه الاخوان في فتره معينه. استقرار البلاد وانهم قناعتهم بالنيه الصالحه للسيد عبد الفتاح السيسي والجيش في بناء البلاد والحفاظ على الاستقرار جعلتهم يراجعوا انفسهم، بالدليل كمان ان هناك بعض الادله الاخرى التي اكدت لهؤلاء الافراد الاسوياء يعني اصحاب النوايا السويه ان جماعه الاخوان لم تكن تريد خيرا بهذا الوطن، ودي انهم تامروا مع تركيا وتامروا مع قطر وتامروا مع الدول الاخرى، لكن الوطنيه الحقيقيه تظهر في الازمات، ودليل على ذلك وجود طارق عبد الجابر. بشكر برضو كمان السيد الفتاح السيسي الذي كان وجهه مشرفه واكد للعالم ان مصر لن تغلق حضنها ابدا اتجاه ابنائها المخلصين، وان باب التوبه والرجوع الى الوطن مفتوح في اي لحظه، ليس لطارق عبد الجابر وليس لاي اعلامي، وانما لاي مواطن مصري اخطا في حق الوطن عليه ان يعتذر ويقدم الاعتذار، ومصر موجوده تفتح يديها الى كافه ابنائها. طيب استاذنك في تليفون مع الاستاذ طارق العوضي المحامي، وهو يعني وكيل زميلنا الاعلامي الاستاذ طارق عبد الجابر. مساء الخير استاذ طارق. تخيل فهمت. يعني بس لو تضعنا الحقيقة أنه في لغط كتير حول فكرة عودة طارق، هل طارق كان مطلوب في أي قضايا؟ هل كان في توقيفات من قبل النيابة العامة من قبل بعض الأحكام؟ ما سر هذه الزوبعة التي تمت؟ وكيف كان دخوله أو عودته إلى مصر مجددا أستاذ طارق؟ طيب خليني بس الأول أحييك على السؤال ده، سؤال مهم جدا، هو ده القوس الفصل في الموضوع. هل طارق عبد الجابر كان عليه سمت خمت أحكام بالضبط سطها مثلا؟ قول واحد لا. عظيم. هل كان طارق عبد الجابر صدر بشأنه أمر ضبط وإحضار من أي جهة قضائية في مصر؟ قول واحد لا. عظيم. وبالتالي طارق لم يكن مدانا أو حتى مطلوبا للتحقيق في أي قضية. لكن شأن كل اللي موجودين برا مصر كان موضوع اسمه على قوائم ترقب الوصول، خصوصا بعد عمله في قناة الشعب. هو تعرض لتجارب سيئة في علاقته مع جماعة الإخوان في الخارج، ويبدو أنه اكتشف أنه كان مخطئا حسب ما قرر هو. عظيم. أنه يعني أخذ مش عيب أبدا إنسان يكون عنده رأي ويراجع نفسه يعني. بالضبط كده. لكن إحنا لا، إحنا عندنا اللي بيخطأ طالما هو مش على هوانا بنعلق له المشانق للأسف. ودي كارثة. ودي كارثة. وأنا بس عايز أقول الذين يدعون أنهم يحبون هذا الوطن أو أنهم أو يدافعون عن النظام، للأسف هم أكثر أعداء للنظام. لما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأن هذا الرجل طالما ما عليهوش قضايا، والراجل جاي بيقول أنا معترف بالوضع الحالي وأنا ندمان على إن أنا خدت هذا الموقف وإن أنا سبت بلدي، فنتفضل نسمح له إن هو يرجع ومفيش حد يتعرض له، فيخرج بعض الإعلاميين اللي بيدعوا إن هم يعني بيدافعوا عن الدولة المصرية يهاجموا هذا القرار من الرئيس اللي هو بحسبة سياسية، حتى بعيد بقى عن الرئيس وعن النظام، بحسبة سياسية في دولة عندها كتلة من السكان موجودة بره بتهاجمها ليل ونهار وعامله مشكله في الاداء السياسي وعامله ازمه في شكلنا بره وعاملين تواصل مع الاعلام العالمي، فلما يجي لنا ناس منهم يقول لهم لا ده احنا نقول لهم لا اتفضلوا خليكم زي ما انتم هاجمونا اشتمونا ما ترجعوش. انا بصراحه منطق مش عارف هل هذا المنطق جايب يعني صيغه الوطنيه دي موجوده منين؟ تمام. او ايه الوطنيه من وجهه نظره؟
طلع عبد الجابر قول واحد لم يكن مطلوبا، قول واحد هو دخل بقرار من رئيس الجمهورية وهو يملك على فكرة لو حتى طارق عبد الجابر عليه حكم انه يسقطه وانه يديله عفو ده وفقا للدستور والقانون. صحيح اذا كان حكم نهائي وبات يعني لا مش لازم يبقى بات، نهائي بس يعني نهائي بس نهائي كمان بس. يعني حتى مش بات مش لازم يبقى بات. وخلينا نوضح للناس انه الحكم النهائي هو الصادر المحكمة الاستئنافية عليا، اما النهائي والبات فهو اللي استنفذ طرق الطعن عليه استاذ طارق لو انا بفهم في القانون يعني. بالضبط بالضبط اللي هو استنفذ طرق الطعن اللي محكمة النقض ايدته تقريبا او رفضت الطعن. تمام تمام تمام. فهو الراجل رجع مصر وتم استقباله بشكل جيد، عقد مؤتمر صحفي في مطار القاهره شكر الشعب المصري وشكر الدوله المصريه وقال ان انا بتمنى دي تبقى بادره ان كل من لم تتلوث ايده بالدم ولم يحرض على العنف او القتل يتم السماح له بالعوده، وان مصر صحيح مصر ويجب صحيح يعني يكون وطن يستوعبنا جميعا وان ندير خلافاتنا داخل الوطن هنا دون ان نشهر مواطننا في الخارج. هذا قول فصل. انا بشكرك شكرا جزيلا المحامي الاستاذ طارق العوضي وكيل زميلنا الاعلامي طارق عبد الجابر. موضوع اعتنق يا سيدي ما شئت من افكار، المهم الا تؤذي هذه الدوله والا تمتد افكارك بفعل يدوي للمشاركه في جريمه ضد هذا الوطن او ضد اي شخص فيه. نعم. فكره انفاذ القانون ده شيء مهم جدا دكتور صلاح. نعم. لان هي حاله الكراهيه والتجاذبات والانقسام اللي في المجتمع وحتى داخل البيت الواحد شيء اصبح مزري جدا. نعم. يعني نعم. يعني المجتمع في خطر الحقيقه بسبب هذا الامر وبسبب هذا الاعلام. بس انا كمان عايز اقول نقطتين يا استاذ شريف. الاولانيه طبعا ان مصر اولا تتسامح مع ابنائها ولازم نركز على هذه النقطه. في بعض الناس بيصور ليهم ان هناك اخطاء ولن يستطيعوا العوده مره اخرى، وبالتالي بيتم استغلال هذه الدوافع للابقاء على هؤلاء العناصر الوطنيه منتميه لجماعه الاخوان المسلمين او غيرها بدعوى ان مصر لن تتسامح مع ابنائها، وان عادوا الى مصر فسوف يتم موجات من تحدث موجات من الانتقام من هذه العناصر. هل تعتقد ان هذا الموقف سوف يكون دافع لبعض الاشخاص المترددين ان هم يبادروا بالعوده الى حضن الوطن؟ واحنا كمان بنضم صوتنا كمان ونقول في نموذج جه عندما طلب العفو والتسامح ما لم يرتكب اي جرم في حق الشعب المصري وفي حق ابنائه ولا في حق هذا الوطن. انت اشتغلت في قناه معينه كان مغرر بيك، اخطأت نوعا ما، اعترفت بالخطأ، اعتذرت، لكن معترف بالوضع الراهن وتحافظ على الوطن. مصر تتسامح مع ابنائها. العنصر الثاني اتصور ان هناك نسيج الان من الاعلاميين العاملين تبع جماعه الاخوان المسلمين. طبعا. بداوا ينشقوا عن هذه الجماعه، ربما يكون بالتنسيق او بغير التنسيق انهم ليسوا تبع جماعه الاخوان المسلمين وانما هم منشقين على النظام الحالي اللي هم شكلوا الان قناه وطن الموجوده، انهم ليسوا الحقيقة. وبالتالي حدث انقسامات بدأت طبعا تظهر انقسامات داخليه موجوده بين جماعه الاخوان المسلمين. كمان الاعلان الذي حدث، البيان الذي تم من يومين من خلال محمود عزت، وحدث تضارب كبير جدا من جماعه الاخوان واطلقوا على هذا البيان بانه البيان الكارثه واقاله عدد كبير جدا من جماعه الاخوان المسلمين، وهذا يدل ان هناك تمرد داخل جماعه الاخوان المسلمين حدث. هذا التمرد بدل ما يقولوا انهم انفصلوا عن جماعه الاخوان المسلمين، لا ده هم تم اقالتهم. واعتقد ان الايام المقبله سوف تفاجئنا باشياء وظواهر عديده مثل الاعلامي طارق عبد الجابر. طيب خلينا ناخذ حضرتك لخبر محلي ثاني دكتور صلاح. من المصري اليوم، السلع التموينيه تلغي مناقصه ثانيه لشراء الارز وتقرر الاستيراد بالامر المباشر. اعلنت الهيئه العامه للسلع التموينيه التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه اليوم الاربعاء عن الغاء مناقصه عالميه لشراء كميه من الارز لم تحددها بسبب مخالفه الموردين لشروط كراسه الشروط. انا مش فاهم يعني، طبعا قد يتبادر لذهن ازاي احنا بلد الرز ونستورد رز. طيب وفي ظل كمان ازمه خانقه ونقص للعمله الاجنبيه. الخبر عندك تفاصيل دكتور؟ عندي تفاصيل. طبعا الخبر بشكل واضح جدا هو مش حضرتك مش فاهم، بس اكيد مش مستريح زي انا يعني. انا حاسس ان انا مش مستريح لانه في تناقض كبير جدا في الخبر. مصر في نهايه يناير يعني من شهرين بالظبط اعلنت ان عندنا فائض من الرز حوالي مليون و500 ألف طن رز، وان مصر بتصدر للخارج علشان الدقهلية فقط او كفر الشيخ فقط تغطي مصر. ده هم اعلنوا يعني وزاره التموين اعلنت ان عندنا فائض من الرز يقدر ب 1.5 مليون طن تم تصديرهم للخارج للحفاظ على السعر المحلي. في واقع الامر حدث حاجتين، انه لم يتم بالفعل مصر لم تصدر 1.5 مليون طن، الذي تم تصديره لا يتجاوز
300,000 طن دول كان عن طريق بشكل رسمي، والباقي تم تهريبه من خلال المواني للتهرب من سعر التصدير، تمام، اللي هو الحكومة المصرية فرضت 2 جنيه على الطن بحيث انه يعني تتكسب من التصدير. الواقع انهم تهربوا ولم يتم كل الكمية كلها، وده عمل نوع طبعا من العجز، ومصر لم تستفيد من الفائض اللي حصل بتاعها. اللي حصل تاني انه سعر الارز النهارده مكاتب التموين بتقول، رغم ان وزارة التموين بتنفي، انه كيلو الرز ارتفع جنيه ونص. طب احنا دلوقتي بنتكلم، احنا عندنا فائض ولا بنستورد ولا السعر بيزيد؟ طب الرز اللي موجود في البلد ده هيروح فين يا فندم؟ هقول لك بيروح فين. هو قال لك احنا استودمنا اكتر من 6 شهور عن الموسم الجديد، المنطق موسم بقى الحصاد. ايه المنطق بقى اللي اقنعوا بيه الناس؟ المنطق اللي اقنعوا بيه الناس انه سعر طن الارز بره 650 دولار، سعر في مصر 375 جنيه مصري، فقال لك انا هصدر الرز. لا مفيش الرقم ده يا فندم، 375 جنيه ده رز الشعر فوق ال 2000 جنيه. بيقول لك ال 375 دولار مش جنيه، دولار دولار دولار, دولار في مصر، 650 بره. فهو بيستفيد من فارق السعر، فبيصدر الارز عالي الجوده المصري، وبيستورد طبعا الارز اللي هو الرديء اللي بيستوردوه طبعا من الهند ومن الفلبين. تمام، بهذه الكميات. الحاجة تاني في الخبر انه حدث تناقض، لانه اتنشر على مرتين. المرة الاولى كمية غير محددة، كان في تصريح من خالد حنفي وزير التموين قال احنا هنستورد الرز لنعاقب المحتكرين. ازاي؟ انا مش فاهم. هو المحتكر يعني عاده بيكون مستورد، ما بيكونش تاجر في الداخل، وبعدين التاجر ما يقدرش يحتفظ بكميه الارز عنده، الرز يبوظ. هيوديه فين؟ لا لا ويبوظ كمان. طب ما حضرتك احنا عارفين هذا الكلام في فتره معينه، واذا دخل الموسم الجديد في شهر سبتمبر بيبدا حصاد الارز، واكتوبر والرز القديم ما تصرفش، بتبقى مشكله كبيره. هو واضح جدا انه في تلاعب في هذا الخبر، في تلاعب كبير جدا، وانه مش مقتنعين، ويجب انه هيئه السلع التموينيه، تمام، يجب ان تراجع هذا الخبر بشكل جيد. وزير التموين لابد ان يتدخل، لانه في تلاعب على المواطن. احنا بنستورد، وفكره كمان بالامر المباشر هنا لعبه. قال لك انه قبل المباشر لانه المناقصه الاولى فشلت عشان لم يلتزموا بالمواصفات، والثانيه كمان كان السعر غالي فاضطر ينزل بالامر المباشر. طب ليه الشركات اللي هو على اساسها هيديها بالامر المباشر ما دخلتش ليه المناقصه وقدمت وتم ترسيه العرض عليها؟ هنا في لعبه تانية، لعبه في المناقصات، وفكره الامر المباشر بهذه المبالغ، فكره عدم تحديد الكميه. قال لك 100,000 طن النهارده، لما قلنا امبارح انه صدر وقال لك كميات غير محدده. يعني ايه كميات غير محدده؟ احنا احتياجنا قد ايه؟ ايه العجز؟ احنا اصلا ما عندناش عجز، حضرتك قلت دلوقتي، والكليه نعلم ان احنا ما عندناش عجز. واضح جدا انه في تلاعب، ولا بد هيئه الرقابه طيب. الاداريه، وزاره التموين تراجع هذه المناقصه فيها شبهه فساد. احنا بنقول اهو فيها شبهه فساد. الرقابه الاداريه مش هتسيبهم يعني. خليني اخد حضرتك دكتور صلاح لخبر تاني من الشروق. الامم المتحده تدعو محمد عمران لعرض تجربه البورصه المصريه. دعا برنامج الامم المتحده للبيئه محمد عمران رئيس البورصه المصريه لحضور اجتماعات البرنامج للدول النامية يومي 6 و7 ابريل الجاري بجنيف للحديث عن تجربة سوق المال في تطبيق التنمية المستدامة. يعني البورصة هي انعكاس للأحوال السياسية، ورغم ذلك الحقيقة هي صامدة في مصر بفضل الأداء الجيد وثقة المستثمرين وكل ما يتم من دراسات. هل في دلالة معينة حضرتك تحب تتوقف أمامها، أمام فكرة دعوة رئيس البورصة لعرض تجربة؟ بس عايزين نوضح ليه مصر يعني تم دعوتها. مصر أولا كانت من أول 5 دول في العالم خدت مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، ده كان في 2009، وبالتالي كانت من أول الدول اللي قالت أنه لابد على رجال الأعمال والقطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد، كمان الاقتصاد الأخضر أو الاستثمار الأخضر، خاصة أن مصر من الدول التي تعاني من ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، وده طبعا احنا محتاجين ثورة خضراء، وده بالإضافة إلى القضاء على المسطحات الخضراء في المجتمعات النامية. الحاجة الثانية أنه بيحاول بهذا القرار في مصر، عملت أول مؤتمر للبورصة والتنمية المستدامة كان في نهاية أكتوبر 2015، ودعت كثير من الدول وطرحت فكرة الاستثمار الأخضر وكيفية الاستفادة منه في المجال المسؤولية البيئية والاجتماعية لرجال الأعمال. حقيقة أن مصر كمان بدأت تفكر في استثمارات المتاحة دوليا. العالم يخصص 21 تريليون دولار للاستثمار الأخضر،
وبيطالب العالم الثالث أن يوفر حوالي 4.5 تريليون لحد 2030. طب إحنا دورنا فين وكيف نستفيد من جذب الاستثمار الأخضر، وخاصة أن إحنا البيئة المصرية بيئة مواتية جدا طبعا ومحتاجين الاستثمار. هذا القطاع مصر طبعا بدأت تتكلم عن الاستثمار الأخضر يعني من قرابة 10 سنين موجودة، لكن كانت المشكلة في التمويل. استطاع طبعا البورصة المصرية أنها تدعو رجال الأعمال وتحاول تندمج مع المستثمرين على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، بحيث يتحملوا المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق تنمية مستدامة أو استثمار بيئي مع مربح في نفس الوقت مع الحفاظ على البيئة المجتمعية كما هي، بحيث أنه رجال الأعمال اللي بيشتغلوا في مصر ما يبوظوش البيئة وحافظوا بقدر الإمكان يسلموا البيئة المصرية بيئة خضراء عافية إلى الأجيال القادمة، مش يقضوا على الأخضر واليابس كما يحدث في كثير من الدول. شكرك الحقيقة من بوابة فيتو مصطفى مدبولي. 61 مليار جنيه موازنة 2016-2017، 61 مليار ده رقم ضخم جدا للإسكان الاجتماعي. قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وافق على تعديل مقترح موازنة الصندوق للعام المالي 2016-2017 من 33.5 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه، ده تقريبا الضاعف المبلغ. تمام. ودي اكبر مشروع في تاريخ مصر ربما في تاريخ المنطقه. مش اكبر مشروع، اكبر موازنه تخصص للاسكان الاجتماعي طبعا في على مستوى التاريخ المصري، اكبر موازنه في التاريخ. في التضاعف زياده، بس عايز اوضح كمان للمشاهدين انه مش بس ان هنبني، ده كمان ممكن هيشتري بعض العمارات الجاهزه في بعض المحافظات التي لا يوجد فيها مساحه كافيه لبناء الوحدات الاسكان الاجتماعي البسيط. الدوله تشتريها وتمول، هتشتري يعني هتشتري في مطروح مثلا 40 عماره جاهزة، بحيث انه يحقق العدالة الاجتماعية. مش كل المساكن تبقى في منطقة او محافظة معينة او المناطق الصحراوية، لا، هيحاول بقدر الامكان تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الاسكان من خلال نشر هذه الفكرة على مستوى محافظات مصر. اللي هيقدر يبني فيه هيقدر، واللي هيقدر يشتري منه هيشتري. كمان عايز اقول انه بهذا القرار هو ضرب كمان رجال الاعمال المحتكرين للسلع. حضرتك لما سعر الوحدة السكنية بدأ ينخفض في بعض الشركات البناء والتعمير، كان وصل سعر الشقة كان 400,000 500,000 600,000 جنيه في مشاريع الشباب. لما نزل سعر الشقة والرئيس الجمهورية وعد ان كل اللي هيقدم في الاسكان الاجتماعي هياخد ما دام يستحق، بالتالي انه كان حوالي سعر الشقة اللي بتقدمها الدولة حوالي 50% من قيمة اللي بتتباع بره، فده طبعا هيجبر رجال الاعمال والمستثمرين الى تخفيض العقار في مصر، خصوصا الاسعار مبالغ فيها الحقيقة ولا تعبر عن الحالة الحقيقية جدا جدا، واعتقد انه ده هيخدم الشباب بشكل كبير. النهارده كمان كان في اجتماع مهم الحقيقة، الرئيس السيسي شخصيا مع الحقيقة وزير الاسكان ومع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقرروا ايضا او الرئيس قرر انه يتم مضاعفة عدد الوحدات السكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة مثلا، أو تزيد يعني من 30,000 تقريبا أو من 32,000 إلى 52,000 وحدة سكنية. هو قال كمان أنه هو العدد عايز يوصل إلى 400,000 وحدة سكنية غير ال 150,000 التانيين، يعني بيتكلم في 550,000 وحدة سكنية أعتقد هذا العام. ربما تكون هذه النسبة قادرة على استيعاب العدد الأكبر من الشباب الراغب في السكن أو في امتلاك وحدة سكنية. أتصور أنه بس هتبقى المشكلة القادمة اللي جاية هي مسألة طبعا المرافق والكهرباء والأسعار اللي موجودة. أتصور أنه الرئيس لابد أن يتخذ قرار حاسمة في زيادة الأسعار، وخاصة العدادات زي العداد الكودي ده. الشباب وأنا بقول لمسؤول الكهرباء أنه فكرة الدعم على الطاقة لابد إعادة النظر فيها من جديد، لأنه فكرة العداد الكودي ده يعني بمجرد أنه الشاب بيضع لو عنده سخان كهرباء او عنده خاص ما عندوش غاز طبيعي، مجرد انه يحط الكارت بتاعه داخل او يدخل الكارت داخل العداد، فبالتالي وسخن السخان الكهربائي بتلاقيه خصم 20 جنيه، فتلاقي ده هو يجيب من فين الفلوس دي كلها؟ ده عايز 450 جنيه بس للكهرباء. انا اتصور لابد من اعاده النظر في الدعم على الطاقه واعاده توزيعه على شرائح المجتمع من جديد، وخاصة ان احنا بنتكلم دلوقتي في بعض المصانع زي مصانع عز ومصانع السيراميك والقصص دي اللي بدأت تطالب برفع الدعم عن المصانع بتاعتها. هنقول كمان اذا كان عز بياخد دعم ورفع سعر الحديد في نفس الوقت، قالك علشان احنا رفعنا يعني اللي قالك خلي بالك حضرتك البليت برضو بيستورد من الخارج بسعر كبير، ومشكلة عدم استقرار سعر الصرف عاملة ازمة كبيرة. لا بس هو كان شرط، لا بس شريف بيه كان الشرط الاساسي لرفع الدعم عن عز عن مصانع الحديد هو تخفيض سعر الحديد. مش فكرة رفع الدعم بقى، هو تقصد حضرتك
توفير الطاقة ليهم بأسعار أقل. بأسعار أقل يعني بشطمها بعض الرجال الأعمال التانيين زي أبو العدين وغيره. بس هو في دراسة الحقيقة ورئيس الوزراء الشخصية اتكلم فيها قال إنه فكرة تخفيض أسعار الطاقة أو الغاز لمصانع الحديد هتوفر للدولة المصرية حوالي 1.5 مليار. دكتور صلاح يعني طبعا في حسابات طبعا بفكرة أنا بستورد إيه وبعمل لا إيه. رجعنا الحسابات هو أنا بحسبها بالدرجة الوسط الشريف بالنسبة للمواطن المصري. المواطن هيستفيد ولا يعني هقول لحضرتك حاجة دلوقتي لما يقول لي أن مصر مثلا عندها فائض من البيض تمام وبعدين ألاقي أن مصر بتصدر بيض طب سعر البيض ما نزلش على المواطن سعر البيض بيزيد طب المواطن العالي استفاد ايه؟ انا هقول ان عندي فائض من الرز وبعدين افاجئ ان سعر الرز ارتفع 1.5 جنيه واللي باكله مش هو اللي انا بنتجه. مشكله فانا عايز المواطن بس يشعر. ما تقوليش بقى ان انا هوفر طب اللي انت هتوفره انا هستفيد منه فين؟ دلوقتي سعر الحديد بيزيد والمواطن هو المتضرر بالدرجه الاولى. انا مش عايز المواطن المصري هو الذي يتحمل كل الاخطاء وكل الاعباء. انا علشان انت توفر خليني كمواطن اشعر بهذه الوفره الموجوده في حياتي. طيب خليني أخذ حضرتك نتوقف كده أمام مقال في اليوم السابع مهم نقرأ يعني مزيدا منه مع الدكتور صلاح هاشم. اليوم السابع كتب فيه دندراوي الهواري مدير التحرير عنوان مقاله هل تسريبات بنما هدفها ضرب مصالحة الحكومة مع رموز مبارك. جزء منه بيقول بعيدا عن أفكار تنظيم تضخيم نظريات المؤامرة وبعيدا أيضا عن أفكار تنظيم المسخفين والمسفهين بعدم وجود مؤامرات تحاك ضد مصر فإننا نطرح أسئلة تبحث عن إجابات شافية وواضحة وأطلب من القراء الأعزاء أن يحشدوا كل تركيزهم أو كل تركيزهم في هذه الأسئلة ويشاركون في الإجابة. أولا إيه رأيك في قصة وثائق بنما دي وهل صحيح ده سؤال إحنا مطروح يعني ناخده من زميلنا العزيز الأستاذ دندراوي الهواري هل هدفها ضرب المصالحة مع رموز مبارك خصوصا ان كتير منهم قدم طلبات للتصالح وعرض يدفع فلوس وتم اقرار مثلا مصالحة مع حسين سالم احد ابرز يعني رجال اعمال في عصر الرئيس السابق الاسبق مبارك. طبعا انا بحيي الاستاذ دندراوي الهواري على هذا المقال بشكل جيد. المقال جيد طبعا وتحت تساؤلات منطقية كبيرة جدا ولكن هو فكرة طبعا هو جاي في توقيت صعب جدا. طبعا مصر الان تتعافى وتتصالح مع رموز الفساد ويمكن فكرة المصالحة دي استاذ شريف طرحناها من زمان قوي وقلنا مش هنستفيد حاجة من صحيح. السجن ومن المطاردة بالعكس مصر هتخسر لو جينا بس المحاكمات بتاعت مبارك قد ايه مات مش قد ايه قد ايه مصر وكلفت الدوله نفسها قد ايه انفاقات علشان تحميهم في العربيات والسجون كل ده طبعا والاعلام ده كلف مصر كتير جدا. لو كنا من الاول اتخذنا خطوه المصالحه كنا حققنا كتير جدا لكن التوقيت طبعا كان صعب. عندنا حسين سالم بدا وكانت مبادره طيبه جدا وادي احمد رشيد وادي يوسف بطرس غالي الامور كانت قادمه ان مصر هتلم بعض من اموالها مش هقول كلها لكن على الاقل خالص ما لا يدرك كله لا يترك كله وده موجود. لكن انا فكره المؤامره هو مركز استاذ دندراوي على فكره انه امريكا الوحيده اللي ما فيهاش اي واحد متهم في هذه التسريبات وانه معظم التسريبات اما هتلاقيهم من بوتين وهتلاقيهم من مصر وهتلاقيهم من الصين او الدول الاوروبيه المعاديه للسياسه الامريكيه. فهو بيتوقع ان الولايات المتحده الامريكيه هي وراء هذا الموضوع. احنا اعتقد يعني ما عندناش اي شك في ان امريكا اوريدي بتقود اللعبه السياسيه في العالم وتخطط ولديها اجهزتها. لكن انا كمصري يجب ان انا اؤمن بالمؤامره واظل مكتوب في الايد واقول مؤامره ولا اتحقق من هذه المستندات والوثائق واحاول بقدر الامكان ان انا اعالج. احنا عايزين نقول ونستفيد من هذه التجربة بصرف النظر ان احنا نشكل لجنة من الخبراء. اصل متوقع جدا مصر تقول لك في ما احنا الكلام ده غلط. دي اول حاجة التشكيك في هذه الوثائق ودي طبعا سياسة الحكومة المصرية ودي سياسة خاطئة. الحاجة التانية تقول لك ما احنا عارفين بعض المحامين طبعا زي فريد الديب طلع وبعض الناس تانية قال لك ما احنا عارفين من 2011 ان الناس دي عندها فلوس بره ودي حاجة مش مدارية ومش موجودة. طيب يعني كمان احنا في بنقول احنا عارفين والنيابة العامة عارفة والمخابرات المصرية عارفة بهذه الاموال وبالتالي ما هياش كانت مدارية وده طبعا تصريح خطير جدا. لكن احنا نستفيد منه كمصر نقول ان احنا عندنا فساد. طب ازاي نواجه هذا الفساد حتى لو ما حسبناش الرموز القديمه وما قدرناش نجيب اموالها لان ده يحطنا امام منطقين. لو الرموز دول طلعوا وقالوا ان احنا ملناش فلوس في البنوك دي يبقى الفلوس دي هتتاخد عليهم وهيتم تجميدها في البنوك دي. لو اعترفوا بان هذه فلوسهم هيتم المحاكمه من جديد وهيتبهدلوا. يبقى اذن
في مشكله كبيره جدا بتعوق عمليه نعم. المصالحه. لكن انا عايز اقول استاذ شريف انه انا عايز اطرح يمكن في المقال السابق ليا الخرابة والعفريت كنت بقول ان مصر مليانة خرابات في كل قطاعات الدولة للأسف من اكتر من 60 سنة الخرابات موجودة في التعليم في الصحة في كل مكان. وبالتالي عندما نساعد في انشاء هذه الخرابات او نشاهد هذه الخرابات لا نفاجأ اذا خرجت لنا عفريت كل شوية طبعا لان العفريت عاملة شبكة مصالح بينها وبين بعض. طب الحل ايه؟ انا شايف في حلين مهمين جدا طبعا هقول عندي 10 حلول بس هقول على كام حل مهم جدا. اول حاجة انه اللجنه الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد التي وضعتها هيئه الرقابه الاداريه بمفردها لا تصلح، لابد ان يشارك فيها خبراء ومجتمع مدني لان بس هتمركز على عمليه المراقبه والمتابعه، لكن احنا كمان عايزين فكره الحلول والدراسه وده مش هيتم الا من خلال المجتمع المدني والخبراء والحكماء مع الاجهزه الرقابيه والنيابيه الموجوده. الحاجه الثانيه ان الموازنه العامة المصرية، الموازنة السنة دي كانت حوالي 800 مليار و600 وحاجة، واخد بالك؟ وكانت 800 السنة اللي فاتت. طب الموازنة دي كل سنة بتتعمل ازاي يا استاذ شريف؟ بتتعمل انه بيشوف الموازنة القديمة وشوف احتياج الوزارات او القطاعات ويزود عليها. اللي حصل دلوقتي التجربة النيجيرية وبعض الدول المتقدمة بدأت الإمارات تاخد بكده، بدأت عمان تعمل كده، إن حاجة اسمها مش الموازنة التقديرية إنه شوف أنت محتاج إيه وزود، لا بيركز على الموازنة الصفرية، إن كل سنة بيتم عمل موازنة من الألف إلى الياء، كأنه ما كانش في موازنة قبل كده خالص، وبالتالي بيعمل موازنة في ضوء احتياجات الواقع المعاش بالظبط. حتى المشاريع، في مشروع مدته 3 سنين، لما يجي يراجعه كل سنة عشان يصرف له من الموازنة الجديدة، لا ما بيراجعش بس الفترة دي، بيبدأ يراجع المشروع من أول الصفر. علشان لو كان المشروع محققش جزء من اهدافه قول له توقف كفايه خساره لحد كده، مش افضل اعمل انا فكره خساره موجوده بشكل اكبر. فكره كمان تاني ربط البيانات الشخصيه للموظفين بالبيانات الماليه. هذه التجربه لما طبقت في نيجيريا اللي هي تعداد الموظفين فيها 320 الف وعددها 175 مليون واحنا عدد الموظفين عندنا 6.5 مليون وعددها 90 مليون لما عملوا ربطوا البيانات الشخصية للموظفين بالبيانات المالية بتاعتهم لو 24 ألف وظيفة وهمية. لو طبقنا ده على مصر انه البيانات انت معروف ليك كم حساب ده هيقدر بشكل بعين هيطلع حوالي مثلا اكتر من 2 مليون 3 مليون رئيس كان بيقول حوالي احنا عندنا 5 مليون عندنا وظيفة وهمية مثلا لو ربطنا جهاز إداري يربط بهذه المسألة. الحسابات الحكومية بقى رابط كل الحسابات الحكوميه بحساب واحد يشرف عليه البنك المركزي، مش كل جهه حكوميه فتح حساب في مكان معين في بنك معين، لابد من توحيد الحسابات البنكيه للمؤسسات الحكوميه حتى يتم مراقبتها بالجهاز المركزي، عشان ما فيش اموال تتهرب واللي حصل مع بنما واللي حصل مع غيره، كلها اموال مصر المنهوبه لان عدم وجود نعم. وعدم توحيد هذه الحسابات الموجوده. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح، الحقيقه يعني اسعدتنا كعادتك في فقره الاخبار، بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل دكتور مجدي عاشور وفقره جدد حياتك. رأيي أنا والعياذ بالله من أنا، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، ربما تكون هذه المقولة الإمام الشافعي مدخلا مناسبا لحوار هذه الفقرة من برنامجنا مع الناس وفقرة جدد حياتك مع فضيلة الدكتور مجدي عاشور. من حق أي إنسان في هذا الكون أن يحب ما يشاء وأن يكره ما يشاء، يؤمن بما يشاء من الأفكار ويكفر بما يشاء، وأن يرفض كذلك ما يشاء في هذه الحياة من أوضاع أو تصورات أو مفاهيم، لكن ليس من حقه أن يفرض كذلك على الآخرين أن يكونوا صورة مكررة منه، كما أنه ليس من حقه أن يقف موقف العداء مع الآخرين في حالة الاختلاف معه حول هذا المفهوم، مفهوم الاختلاف وضوابطه. نعيش فقرة جدد حياتك الليلة مع عالمنا الجليل فضيلة الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي ديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء. مرحبا بفضيلتك يا مولانا. أهلا وسهلا، أشكرك على تلبية الدعوة وبنسعد دايما كل جمعة يعني وكل أربعاء بصحبة فضيلتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك. عايز أسأل فضيلتك في البداية، هو إيه الفرق بين الخلاف والاختلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احنا دايما في هذه الحلقات من جديد حياتك بنتكلم عن قيمة عشان نجدد بيها حياتنا. النهاردة هنخرج بقيمة اللي هي كيفية الاختلاف مع بعضنا البعض، يعني دي الثمرة بتاعتها. انا بقول مناسبة الموضوع للفقرة اللي هي جدد حياتك، عشان ما يبقى كلامنا مش فكري فقط او جاف فقط، وانما ايضا لا يخلو من القيم. نعم. القيم اللي هو كيفية الاختلاف وكيفية الحوار. العلماء في الاختلاف والخلاف، كلمة خلاف يعني في القرآن ما جاتش باللفظة دي كده خلاف، إنما جات كلمة اختلاف. لذلك قالوا الاختلاف، العلماء يختلفوا، الاختلاف مذموم. ليه؟ وطبعا جابوا الآيات اللي احنا هنجعل يعني معظم كلامنا عليها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فبيقول ولا يزالون مختلفين، وفي آيات تانية بيقول سبحانه وتعالى ولا تختلفوا. يبقى الاختلاف هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فاختلفوا هنا قالوا اختلاف مذموم، يبقى الاختلاف عند الإطلاق هو مذموم. إلا بقى إيه ده في الغالب، إلا إن يكون إيه، إنه يجي نفصل اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد. قالوا الخلاف هو اللي فيه التضاد، كلامك خلاف كلامي يبقى فيه تضاد، إنما كلامك مختلف عن كلامي مش لازم يبقى تضاد، ممكن متنوع، ده مقبول يعني، ده مقبول. خصوصا ان الخلاف اذا وصلنا لمرحله خلاف فاحنا اوشكنا نصل الى قطيعه. مش عاوزين نوصل لخلاف عشان ما نوصلش القطيعه، خاصه اذا استخدم بالمعنى العقدي الفكري مش بمعنى الفقهي. يقول لك والله ده الامام مالك في المساله دي قوله على خلاف قول الامام الشافعي، هنا ما فيهاش حاجه بمعنى اختلف. انما خلاف في العقيده، خلاف في الفكر، صدام في الايديولوجيه، ده يبقى اسمه خلاف ما يبقوش اختلاف. يبقى الاختلاف مقبول اذا كان اختلاف تنوع، فيجي الائمه كلهم اختلفوا ما فيهاش مشكله، يبقى ساعه، ده اللي بنسميه ايه، يبقى الاختلاف ساعه ان يكون للتنوع، نسميه الساعه، حاجه واسعه بنعمل لك رحمه. ودي اللي جه فيها بقى ايه، اختلاف العلماء او الائمه رحمه. يقول له حتى المسألة الشاب يقول لك إيه؟ اختلافهم رحمة يا أخي. صحيح. يعني اختلاف الأئمة في المسائل التي تحتمل الخلاف، وهي الاختلاف التنوع مش اختلاف التضاد، يبقى اختلاف التضاد يساوي الخلاف. واخد بال حضرتك؟ زي ما عندنا في أصول بنسميه إيه؟ بينهما عموم وخصوص مطلق. نعم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كل اختلاف، كل خلاف هو اختلاف، وليس كل اختلاف خلاف. خلاف. يبقى الخلاف يكون مذموما غالبا، هو مذموم، يكون مذموما غالبا، انما الاختلاف لا يكون مذموما. من الواضح ان مجتمعنا بيفتقد تماما ثقافه الاختلاف هذه الايام دكتور مجدي. نعم. هل ده صحيح من وجهه نظر فضيلتك؟ وبيظهر في ايه اكتر حاجه فضيلتك بترصدها يعني وبتزعجك يعني؟ انا يعني ده بالفعل الاختلاف، احنا بنفتقد ثقافه الاختلاف وكيفيه اداره الجلسه التي فيها اختلاف، حتى ولو كان اختلاف في الايديولوجيات كمان، مش هقول مسائل بقى فقهية ظنية، لا ده حتى في مسائل قد تكون من الثوابت، بس لا نجيد عملية كيفية إدارة الاختلاف. وأكتر ما بيحصل كده عندما يدخل الاختلاف العلمي يخش فيه السباب أو الاستهزاء أو السخرية، فيخرجوا عن كونه اختلافا وعن خليه بقى خلاف. فهنا اللي الواحد بيزعل لما يجي حد يتكلم في التراث مثلا، نتكلم في التراث ويقولوا ده التراث فيه مشكلات، نقول لهم نعم فيه مشكلات على ندرتها خلاص، ونقعد نتكلم فيها كلنا وصدينا رحب، احنا ما عندناش عورة نغطيها، لا نتكلم. والحتة دي فيها مشكلة في التراث لانها كانت تنفع زمانهم، ما تنفعش الزمان ده، نقول لك نعمل كده، انما ده مش معناه ان نشتم السابقين. يبقى هنا بقى الاختلاف مش حلو. ليه؟ دخلنا فيه، نزعنا منه منظومة القيم. يبقى إذا نزعت منظومة القيم اللي هي الأدب،
أدب الحوار وأدب الاختلاف. مين الاختلاف؟ وصار اختلافا محضا ما فيهوش أدب اختلاف يصير أو يصبح قاسيا. وده اللي بلاحظه في حاجات كتير. فالأمة الوقتي مش في مصر بس، حالة في العالم كله وفي العالم العربي، الناس حبت الاختلاف قوي. انت هتقول رأي، لا انا مخالفك فيه، هختلف معاك. طب نختلف ونقعد مع بعض ونتكلم حتى في المسائل الدينية، ونقعد مع بعض. طيب عندما نجلس مع بعض سويا ايه؟ طب اسمع كلامك. وده اللي احنا بنحاول نعمله وقت العلماء بيحاولوا يعملوا ايه؟ ان انا هسمع كلامك للآخر وهسيبك انت تقول كل حق، وبعدين انا اتكلم وتسمعني، بس يا ريت تسمعني. انما هتقاطعني هتهاجمني، ومش هتقاطعني وتهاجمني بقى، لا ده انت هتهاجم مثلا الشريعة وهتهاجم الديانة، اي ديانة مش لازم الاسلام بس. اقول لك لا، يعني مثلا لو هتهاجم الديانة المسيحية اقول لك لا ما تهاجمش طبعا، مرفوض اي ديانة. فانا عشان كده بقول لحضرتك اللي بنفتقد دلوقتي مش الاختلاف، لا ادب الاختلاف. طب تأذن لي ناخد اخونا فؤاد من القاهرة دكتور ونتواصل، عندي سؤال الحقيقة لحضرتك في هذا الامر، ازاي نختلف بس ما نقطعش هدوم بعض، يعني حافظ على المودة والمحبة. استاذ فؤاد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. كل عام طيبين. معلش انا اسال الدكتور مجدي بس فضل. في المواريث في زكاة العقارات وزكاة التجارة. سل ما شئت يا سيدي، اهلا وسهلا. انا عايز اعرف زكاة التجارة وزكاة العقارات. زكاة التجارة وزكاة العقارات. حاجة تانية دكتور أستاذ فؤاد؟ بارك الله فيك. أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. طيب الأستاذ فؤاد، زكاة التجارة احنا عارفين اما بنتكلم عن عروض التجارة، عروض التجارة واحد عنده مكان هي للتجارة، واحنا عندنا فارق بين التجارة والصناعة اللي فيها انتاج. الصناعة والانتاج عندنا الفتوى ما بنخرجش عليها زكاة، واحد عنده مصنع ما يخرجش على الحاجة اللي بتعمل دي مصنع، انما يخرج عما تخرجه تلك المصانع ويتباع وهيجيب فلوس، يقعد سنة قمرية ويبلغ النصاب نطلع. انما المصنع نفسه والالات الصناعية لا. نيجي في التجارة، واحد عنده بضاعة والبضاعة مليانة عنده 100,000 200,000 ده وبتاعته ملكه، هنا بيقيمها بيشوف السنة دي عنده بضاعة بكام والسنة اللي بعديها بقت بكام، ويطلع الفارق بين الاتنين ويشوف يطلع 2.5%. يبقى عروض التجارة كزكاة النقدين زي المال بالظبط، 2.5%، بس ده في التجارة. أما العقارات، لو واحد عنده عقارات، لو كان العقار للسكن هسكن فيه الأرض أو غيرها، يبقى هنا على الأرض، يبقى لا أخرج زكاة عليه. عظيم. لأنني سأستخدمها للمنفعة. لو أنا هبنيها وهتبقى إيجار، يبقى خلاص الإيجار اللي هيخرج هو يبقى مال لو بلغ النصاب وبلغ سنة قمرية، أطلع 2.5% مع المال اللي عندي. عظيم. لو الأرض العقارية أنا اشتريت أرض ومخليها للاستثمار ومخليها سنة زي بقوله كده بيسقع الأرض سنة 2-3، أول ما بيعها لو بلغت سنة، حضرتك لو بلغت سنة يبقى خير وبركة، هطلع 2.5%. بلغت أكتر من سنة برضه هطلع 2.5%، بس لو بلغت اكتر من سنة يبقى اول ما تتباع مباشرة اطلع 2.5% من تمنها بتاع دلوقتي اللي انا اخدته وقبضته، اطلع 2.5% مباشرة. اما العقارات التي تسكن فهذه اذا كانت شقق فاحنا بناخد، لو كانت ايجار بناخد الفلوس ونشوف الايجار قد ايه وبلغ نصاب ولا لا وبلغ الحول ولا لا. عظيم يا دكتور. طيب كان سؤالي قبل اتصال الاستاذ فؤاد الفاضل من القاهرة عن فكرة، هو في طريقة نختلف بيها؟ يعني في طبعا اختلاف، كل حد عنده عقيدة مختلفة، فكر مختلف، توجه مختلف، في السياسة بنختلف، لكن ازاي نختلف ونحافظ على اواصر المودة والتواصل يا دكتور بعيدا عن تقطيع الهدوم زي ما قلت؟ يعني المهم ان احنا حضرتك، هو الاختلاف مش عيب، العيب ان ينشأ عن الاختلاف تفرق. يبقى التفرق هو اللي مشكلة، ولا تفرقوا. يبقى ممكن نختلف، لو اختلفنا لا نتفرق. لا نتفرق معنى ايه؟ زي ما حضرتك بتقول كده نمسك في بعض بقى ونقطع هدوم بعض، ده اسمه تفرق. او ننازع بعض، نخاصم بعض، نشاجر بعض، ممكن زي ما بيحصل كده والعياذ بالله الاختلاف اللي موجود دلوقتي والجماعات المتطرفة يحمل السلاح عليك ويقولك ده اختلاف، لا ده مش اختلاف، ده تفرق. احنا لا نريد اختلافا يؤدي إلى تفرق، وإنما نريد اختلافا يؤدي إلى سعة.
طب الاختلاف موجود، فهل الاختلاف او كل اختلاف بيؤدي الى فرقه يا دكتور، ولا بعض المواقف زي ما فضلتك دكتور؟ يؤدي الى فرقه في حالات اذا خرج منه ادب الاختلاف، اذا دخل فيه الهوى، اذا دخل فيه التعصب. يبقى ممكن مساله اختلف مع حضرتك فيها وبعدين بس والعياذ بالله يخش التعصب والهوى فيها، مهما تقول انا مش هسمع كلامك، يبقى هينتج عنه تفرق. ليه؟ يبقى دخل الهوى، دخل التعصب، دخل الجهل، دخل عدم ادب الاختلاف. الاربعه دول لو دخلوا الاختلاف يؤدي الى التفرق. بينما لو اختلفنا بقى وفي مفيش تعصب، مفيش هوى، وعلى علم، وفي ادب اختلاف، الاختلاف يؤدي الى تنوع. يؤدي ان الرقعه بتاعتنا تتسع، ان الفكر بتاعنا يبقى ثري. يبقى فكره حضرتك الاختلاف اللي اختلفت معايا فيه حصل اثراء، حصل مزيد من الثقافه، حصل مزيد من التنوع. بينما لو نزعت منه هذه الاشياء هنضيقها، تقولي لا ده رايي انا اللي صحيح وانت رايك غلط. طيب وبعدين؟ انا موافقك على كده، بس ده يؤدي ان انت تخاصمني؟ لا. لو ادى ان انت تخاصمني صار تفرقا. لو ادى حضرتك ان انت تحمل علي سلاحا ده صار اشد من التفرق كمان. يبقى هنا الاختلاف زي ما حضرتك صدرت بكلام الامام الشافعي. كلام الامام الشافعي يعني ممكن احنا نوصل الى اختلاف راقي يعني يساعد. وبعدين كلام الامام الشافعي في الحاجات الظنيه التي تحتمل الاختلاف في الامور الفرعيه بيقول انا مجتهد. وفي الامام مالك وابو حنيفه وامام احمد بن حنبل وائمه كتير، فبيقول لهم بقى انا بالنسبه ليكم رايي صواب ولكن في نسبه ممكن يحتمل الخطا، وراي غيري لازم انا اعتقد كده ان هو خطا بس في نسبه ان هو يحتمل الصواب، لان الحقيقه مش واحده في هذا الامر، لانه ليس من الثوابت وانما من المتغيرات الفقهيه. فالامام الشافعي بيقول ايه؟ شوف جميل ازاي، بيقول لك خلي بالك هو مش خطا 100%، لذلك انا مش هخاصمه لان ممكن يكون صحيح ولو بنسبه صغيره، وانا صحيح، يبقى احنا الاثنين قد نكون على صحه، لذلك لا يؤدي الى التفرق. يبقى لازم اعتقد في الامور الظنيه، الامور المتغيره، ان ممكن يكون كلامك صحيح وانا كلامي غير صحيح. طيب انا استاذن فضلك يا مولانا، معلش معانا تليفونين احدهم من خارج مصر، لكن ناخد الحاجه ام محمود من السويس سريعا. اتفضلي يا حاجه محمود. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاوز اتكلم الدكتور مجدي من فضلك. مع حضرتك اتفضل لو في سؤال. ايوه دكتور لو سمحت، انا يعني لما الواحد يقعد يتجلى كده مع ربنا هيقول اسماء الله الحسنى، فانا سمعت ان في 7 اسماء لازم ان انا ابتدي بيهم من ضمن اسماء الله الحسنى، فكنت عاوز حضرتك توضحهم لي. حاضر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. اختنا سميره من المغرب. الو الو اتفضلي يا استاذه سميره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الدكتور؟ مع حضرتك اتفضلي. عايزة أسأل حضرتك اللي موجود حاليا بين مذهب السنة والمذهب المقابل، ده نسميه اختلاف ولا خلاف؟ بين السنة والشيعة يعني. أيوه بالظبط كده حضرتك. خلاف ولا اختلاف؟ آه. حاضر، شكرا جزيلا يا أستاذة سميرة. أستاذة سميرة دائما الاتصال بينا من المغرب الحقيقة وبتسأل أسئلة مهمة. كنا وعدنا المشاهدين احنا نتكلم عن الموضوع ده. نعم، واحنا قلنا ان شاء الله نجهز وحضرتك حل. اظن ان ممكن يكون في طيات الكلام، قلنا هنتكلم في مقام الاختلاف والخلاف، هنتكلم عن شيء عن السنه والشيعه. طيب ام محمد من المنوفيه اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام الشيخ؟ الله يخليك، اتفضلي لو في سؤال يا ام محمد. معلش هطول عليكم شويه والنبي. قدر الامكان سريعا، معلش عشان وقتنا ضيق، ربنا يحفظك ونلحق نجاوبك يعني. اتفضل لو سمحتي. انا جوزي توفى يعني، وانا سمعت الشيخ وبقاله 15 ميت دلوقتي، وانا سمعت شيخ من مشايخ السعوديه بيقول انما الصبر عند الصدمه الاولى، فانا بصراحه طول ال 15 دول كنت عماله اقول كلام ما يرضيش ربنا، لان انا متجوزه لسه بقالي 7 سنين، وكنت اكتر وقت اتعلقت فيه بجوزي وقت الوفاه، والحمد لله يعني يا رب ربنا يتقبله من الصالحين ان شاء الله. فانا دلوقتي خايفه ليكون فعلا يعني ربنا ما يعطينيش جزاء الصبر، لان انا بقول لك عند الصدمه الاولى بس، ده السؤال الاولاني. يعني انت عملتي ايه حضرتك؟ يعني كنت بقول كلام يعني ما يرضيش ربنا، الشيطان كان بيهيئ لي حاجات، قول انا من غيره مش هعرف اعيش، ليه يا ربي عملت فيا كده؟ ده انا اكتر وقت اتعلقت بيه، كلام يعني كان غصب عني. طيب حاضر، نشكرك يا مو. السؤال الثاني بقى، انا عاوزه بر جوزي، يعني هو البر بتاع الزوج قبل الوفاة وهو في حياته يعني زي البر بعد وفاته؟ الأجر واحد عند ربنا الاثنين؟ حاضر يا محمود،
شكرا جزيلا يا ام محمد، وربنا يصبرك ان شاء الله ويعينك. يعني ام محمد، ام مريم منين؟ طيب نروح لطنطا. ام مريم من الغربيه، اتفضلي يا ام مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال سؤال. ممكن تعلي صوتك شويه بس واسالي. عايز اسال سؤال للشيخ مجدي. اتفضلي الشيخ مجدي مع حضرتك. انا كنت زمان قبل ما اتزوج كنت دايما اقف قصاد والدي ووالدتي في امور الزواج، تقدم لي عريس او مش متقدم لي كنت بقول لا. بعد ما اتزوجت برضه كنت واقف قصادهم في امور بس مشاكل بيني وبين زوجي، ما اقصدش ان انا اغضبهم، بس لما عرفت ان الموضوع ده يغضب ربنا جامد وما اعرفش ان ده رضا الاب والام بعد رضا الرب، ندمت ندم ما فيش لا قبله ولا بعده، وتوبت طبعا ورضيت والدي ووالدتي. فانا عايز اعرف ده توبتي وندمي ده كافي ان انا ربنا يرضى عني ولا اعمل ايه؟ مش بتبريهم دلوقتي؟ ايوه طبعا ببرهم، هم كويسين بيدعوا لي، بس انا يعني انت حزينه على الفتره اللي كنت يعني ما يشبه فيها العقوق يعني قبل كده حاضر. يعني مش هقوم من تحت رجليهم. حاضر، شكرا جزيلا يا ام مريم. خلي بالك من نفسك ومن بنتك، واهم حاجه كمان من والدك ووالدتك. الدكتور مجدي هيريح قلبك ان شاء الله. نروح لام محمود من سويسرا. دكتور، ايه موضوع انه هي يفضل تبدا بسبع اسماء من اسماء الله الحسنى؟ هو طبعا في هي بتتكلم عن بعض الطرق للساده ارباب السلوك والمربين، ان في سبع اسماء بيسموهم السبع اسماء الكبرى بيذكر الله عز وجل بها، منها لفظ جلاله الله، منها لفظ هو، منها لطيف، منها قهار، وهم سبع أسماء. بس ده يعني لما بنقولهم العلماء خلطوا فيهم بين أسماء الجلال وأسماء الجمال الاتنين، يعني يبقى في كده وكده، كأن السبع أسماء وإما بيقولوهم كده وجمعوا بين الجلال والجمال. ما هو قال لك الجنة ليها النار ليها سبعة أبواب، فعاوز بكل اسم يسد باب من أبواب جهنم والعياذ بالله بالسبعة دول، مرة بالجمال ومرة بالجلال. بس دي بتكون على يد شيخ مربي عشان خاطر يتابع مع الانسان ازاي يقولهم، ولان اسماء الله الحسنى لها تجليات وزي الادويه بالظبط، لو احنا قلناها بطريقه الجسم قد لا يتحمل، لان فيها روحانيات عاليه. ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. فاحنا بنقول ليها تجليات عاليه، ليها انوار عاليه، فمش عاوزين انوار اي اسم يبقى زايد على قد طاقتك اللي بتتحملها اللي هي الطاقة النورانية. فعشان كده الشيخ اللي بيجي بيقول لك قول قد كده عشان خاطر انت تتحمل كده. فهذه الاسماء هي اسماء جميلة من اسماء الله الحسنى، ولكن بتكون على يد شيخ حتى تكون الامور منضبطة كما يفعل الطبيب مع المريض بالدواء. قبل ما نجاوب على الاخت سميرة دكتور من المغرب، هناخد بس اختنا عفاف من القاهرة. مدام عفاف تفضلي. فن ازيك يا شريف، اخبارك ايه؟ انا عفاف زيارتك. زي حضرتك، ربنا يخليك يا مدام عفاف. اهلا بيك. اهلا، ازيك يا اتفضلي فندم. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك، ربنا الله يبارك فيك ويحفظك. ربنا يجازيكوا عنا خير. الحقيقه المحطه دي بصراحه الواحد ما بيحبش يغيرها. ربنا يحفظك. انا ليا بس رجاء دكتور مجدي، انا بسمع قوي قوي وبصراحه كل البرامج عندكم هايله بصراحه، بس الدكتور محمد معوض اللي هو بيشرح القرآن بيبقى آية كده. أولا كل الشرح اللي هو بيجي اليومين دول بتاع السنة اللي فاتت، يا ترى ما فيش حاجة جديدة ومش عايزين؟ دكتور محمد عوض، أيوة شرحه هايل يا دكتور، اوعى ده يكون حيمشي ولا حاجة، احنا محتاجينه جدا يا بصراحة، بيشرح بروحانية غير كمان التفسير، دي حاجة. طيب. الدكتور الدومي ما بيجيش إلا مرة واحدة بس في الأسبوع يا دكتور، وشرحه هايل الدكتور الدومي. طيب. فانا بس ليا رجاء ان ربنا يخليك. لا حاضر حاضر دكتور مجدي، ان شاء الله ينظر في هذا الامر ومسؤول عن الخريطه البرمجيه. شكرا لحضرتك وحرصك على الاتصال، ربنا يحفظك يا مدام عفاف. اختنا سميره كانت بتسال حضرتك، هل الخلاف يعني ما بين السنه والشيعه يعد خلاف او اختلاف؟ هو في الاصل ان الخلاف في اساس السنه والشيعه كان اختلافا. كان اختلاف يعني مسائل ممكن نختلف فيها بس ما يكونش في الامور الاساسيه الثابته، ولكن بعد ذلك عندما دخلت السياسة في الدين صار خلافا، ومن ثم نتج عنه تفرق، ومن ثم نتج عنه في بعض الأحوال اقتتال وتحارب للأسف. وده نموذج كبير للفرق بين الاختلاف والخلاف اللي هو بين أهل السنة وأهل الشيعة. يعني ما بين السنة والشيعة الآن خلاف وصل إلى فرقة، خلاف وصل أوصله
كلا المذهبين كلا المذهبين او ناس من هنا وناس من هنا اوصلوه الى فرقة وبعض الاوقات اقتتال وتناحر وبيتربص بيهم من بالخارج لانه عارف ان دي النقطة اللي ممكن يؤتى من قبلها المجتمع العربي والمسلم يؤتى من قبل السنة والشيعة فينفخ في نقاط الاختلاف بين الطائفية والمذهبية ويصيرها نقاط خلاف فيحصل اقتتال انما احنا برضو لازال هناك فارق بين اهل السنة وبين الشيعة عشان برضو الاخت سميرة كان سألت في مسائل وهنا بيحصل مشكلات في ايه في كم مسألة يعني مثلا التعامل مع الصحابة كيف يكون اخواننا الشيعة واحنا بقول اخواننا الشيعة وده ما فيش اي مشكلة بيقولوا ان احنا كل الصحابة كويسين امهات المؤمنين سيدنا ابو بكر سيدنا عمر خلاص يبقى احنا مش مختلفين ممكن ما ياخدوش عنهم في الروايات مش مشكلة ما تاخدوش عنهم انما يكون في احترام للصحابة وعلى رأسهم سيدنا ابو بكر الصديق لو ما خدوش عنهم هياخدوا منين يا دكتور يعني ما هم هقول لحضرتك نقل السنة هم الصحابة يعني هم بيقولوا بقى حضرتك هياخدوا من اهل البيت اللي هم بيسموهم اهل البيت من اول سيدنا علي وال12 امام اللي هم بيسموهم الامام المعصوم وكلهم من ذريه سيدنا الحسين الاثنى عشرية يعني سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبعد كده سيدنا علي زين العابدين ويجي بعد كده سيدنا محمد الباقر وهكذا كلهم من مش الامام الحسن كمان يعني هم مركزين بس مع الامام الحسين. لان هو النسل جاي حسيني في هذا الامر ومن نسل سيدنا الحسين مع ان في نسل سيدنا الحسن بس هم ماشيين حسينيين في هذا الامر احنا الحسن سيدنا الحسن وسيدنا حسين على العين والراس وقال البيت يعني اكثر من روى عن الرسول السيده عائشه رضي الله عنها وهم الحقيقه لهم موقف لا فهنا الموقف بقى احنا بنقول ايه اهل السنه بنحترم جميع الصحابه وطبعا اهل بيت سيدنا النبي على العين والراس طبعا كله وده طريقه المنهج الوسط انما بعضهم بيقول لا احنا ابو بكر ممكن يذم في ابو بكر وفي عمر وفي السيده عائشه نقول له لا معلش ده خط منيع ما نقدرش سد منيع ما نقدرش فهم دلوقتي خرجت فتاوى من عندهم جميله من علمائهم وقالوا لا السيده عائشه دي ام المؤمنين وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر يقولوا كده فبناخذ الكلام على ظاهره جميل يبقى دي مساله لو هم وافقونا فيها احنا بنحاول نعمل تقارب واتفاق عظيم خلاص يبقى انا بقول اهو لاهل الشيعة جميعا اللي هم اخواننا منهم اذا لم تروا عنهم الاحاديث فلتحترموهم لان دول اسيادنا نعم. سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر والسيده عائشه ام المؤمنين طيب نيجي لحته تانية العصمه يقول لك العصمه في اهل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ال 12 اللي احنا قلنا عليهم من اول سيدنا علي لحد ابو الحسن العسكري هم بيقولوا عليه طيب العصمه يعني ايه يعني هنا الاختلاف بقى لفظي عاوز افهم العمليه احنا عندنا العصمه للانبياء مفيش حد معصوم الا ايه طبعا. الا النبي عندهم لا العصمه للنبي للانبياء وال12 الائمه اللي هم الائمه بتوعهم جايبين في نص لا احنا هنتكلم بقى ايه لا نوضح اصل الشريعه الاباحه ما لم تصدم بنص يعني. عاوزين نوضح احنا ممكن نقول محفوظين محفوظين بمعنى ايه ايه الفرق بين الحفظ والعصمه عشان نوضح للناس العصمه انه لا يقع منه خطا ولا يتصور الخطا منه يعني ايه لا يقع وانا مش اصلا مش متصور ان يقع منه ما ينفعش يقع منه دول من الانبياء انما الحفظ نقول لا يقع منه خطا وقد ويتصور ان يقع منه الخطا عشان يبقى في فارق بين الولي وبين النبي ودي فارق عندنا عند اهل السنه والجماعه مهم لو احنا قلنا لهم كده ان اسيادنا اهل البيت لان احنا بنقدر اهل البيت صحيح. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دول اسيادنا مش بتوع الشيعه ده بتوع كل المسلمين فحضرتك بنقول لهم اهو الحفظ نحن بنقول ان هم نقول ان هم محفوظون زي ما ممكن يخطئوا يتصور وقوع الخطا منهم انما النبي لا يتصور وقوع الخطا لا 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 لان في وحي لا ينطق عنها فاحنا نقول لهم في حته بقى العصمه دي لو احنا تقاربنا في هذا واتفقنا على كده ان في عصمه وفي حفظ المقال واحد المقال واحد في ايه لا يقع الخطا خلاص يبقى اتفقنا نحاول نتفق في هذا الامر انما يبقى في فرض ان لا ولا تتصور وقوع خطا منه هنقول لهم يبقى هنا في اختلاف بين اهل السنه وبين الشيعه في هذا الامر بس هذا الاختلاف لا يؤدي الى خلاف ولا اقتتال ولا تحارب الحاجه الثانيه في كذا مساله حضرتك يعني ممكن نعمل حلقه فيها
طيب. بس انا عاوز اقول ايه الحاجه الثانيه، اوعى السياسه تخش، لان لو دخلت السياسه بتعمل ايه؟ تخلي احد الفريقين بدون تسميه يستخدم التاويلات المختلفه والراء المختلفه، وليس فقط هكذا، ولكن قد يستعين مع او يستعين بي او يعني يستدعي من يكون من خارج الدائره العربيه والاسلاميه ليكون عونا له على اخيه الاخر من اهل السنه او من الشيعه. طيب ده موضوع مهم فعلا دكتور، اعتقد احنا محتاجين نبقى نفرد له مساحه اكبر من الحديث، ونشوف اذا كان في اوجه اختلاف اخرى بين المذهبين ولا لا، وازاي يحدث التقريب زي ما فضلتك بتقول، ان ده امر مهم يعني الحقيقه. هنطلع فاصل سريع ونعود للاجابه عن اختنا ام محمد من المنوفيه وام مريم من القاهره، ورجاء مدام عفاف ايضا من القاهره، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. مجددا في هذا الجزء الثاني من جدد حياتك في حلقة الليلة من برنامجنا مع الناس، فضيلة الدكتور مجدي عاشور، نتحدث عن ثقافة الاختلاف. كان عندنا مجموعة من أسئلة المشاهدات الفضليات، جاوبنا على أختنا الحاجة أم محمود من السويس ومدام سميرة من المغرب. عندنا أم محمد من المنوفية دكتور، هي فقدت زوجها من 15 يوم وبعد 7 سنوات زواج، وكانت مرتبطة ويبدو أنه ما كانش في صبر يعني في الأول، وكانت بتتلفظ بعض الألفاظ، سايبني لمين، هعمل إيه من غيرك، الحاجات دي. فهي الحقيقة في حالة قلق يعني من هذا الأمر، يعني كيف تعود إلى نقول إيه طيب سكنها ورشدها. إحنا أولا نقول رحمه الله تعالى وربنا تقبله في الصالحين، ونشكرك على طبعا حزنك على الزوج، وده شيء مطلوب وجميل، وعلى الوفاء بهذا الزوج. وإني شوف بتقول يعني ده رسالة لكل زوجة، بتقول حب لي زاد في الآخر وبتتعلق بيه أكتر، حتى ممكن يكون في حالة المرض أو بتاع. عاوزين كل زوجة وزوج يتعلقوا ببعض، مش لازم لما نصل لهذه المرحلة من الأول. فدي رسالة لكل الأزواج والزوجات. عاوز أقول لها التعامل مع الله ما فيهوش عنت، بمعنى إيه؟ إذا عصينا استغفرنا، ما عندناش حاجة ما فيهاش استدراك مع الله عز وجل. يعني أخطأت، استدرك نفسك، إلحق ويرجع. ممكن يكون بتقول انا قلت كلام يعني انا لسه متجوزه وياخدوا ليه وما ياخدوش ليه وكده وكلام من ده. طبعا الكلام ده ما ينبغيش. ليه؟ لانه لا يغير القدر، القدر وقع وهو مات. اللي ينفع في الوقت ده الدعاء للميت والصبر، استغفار. فاحنا حضرتك معلش لو قلنا كلمتين، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، تستغفري الله عز وجل وتقولي استغفرك واتوب اليك يا رب على ان قلت هذا الكلام، وطالما أن هناك ربا لا نخشى عند فقدان أي أحد، لأن الذي يقوم على الخلق ويقوم على شؤونهم هو رب العزة سبحانه وتعالى. أي حد بينتقل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل رفيق الأعلى، الدنيا وقفت ما وقفتش طبعا بسنته ماشية وهديه الجميل وأنواره، بس ربنا عشان في ربنا هو الحي الذي لا يموت، هو القيوم. فأنا عاوز أقول لحضرتك زوجك حبيبك أو حبيبك اتخذي معه حبيبا يغنيك عن كل احد، وهو الله رب العالمين. نعم. فانا بقول لحضرتك نستغفر، وانت بتطيعيه او بتعملي بر بيه بعد موته. بتسال ازاي تبره يعني؟ هنعمل له بقى الصدقات، نستغفر له وندعي له ونعمل ختمه قران، نصر الناس اللي كان بيحبهم امه وابوه مثلا، يعني لو فضلت على عهدتك كده ان شاء الله ده بيصل له، وده نوع وفاء جميل بين الزوج والزوجه حتى تلتقي ان شاء الله مع بعض في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. قريبا من نفس السؤال، أم مريم يعني كانت في وقت من الأوقات في قدر من العقوق يعني بأمها وأبيها، وهي ندمت وتابت عن هذه الفترة، والآن ولكنها قلقة أنه الفترة اللي مضت أيضا يتم الحساب عليها يعني صحة عليها. يعني إحنا طالما استدركنا الاستغفار بيعمل إيه؟ الاستغفار معناه والتوبة أن أنت بترجع لربنا وتقول له أنا غلطت خلاص، وربنا غفور. اول ما تقول له انا غلطت عارف ان انت ضعيف، فبيقبلك على طول مباشره ويروح مغطي ذنوبك، ده الاستغفار. وبعد ما يغطيها يعفو، يروح مسح الذنوب. وفي الدرجه الثانيه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كمان يبقى عاوزك تعملي ايه؟
الحته اللي كنت بتعملي بسببها المعصيه اعملي بسببها الطاعه. لما اروح ازورهم اللي كنت بتعمليه في الايام السابقه لمعصيتي في معصيتهم ربنا يحول السيئات دي كلها ليكي حسنات اذا رحت لهم هم نفسهم وعملت طاعه فيهم. يبقى المكان الذي عصيت الله فيه حاول ان تطيع الله فيه. الناس اللي بسببهم عصيت الله حاول بسببهم ان تطيع الله في الوقت ده. يبقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى أنت تحمد ربنا أن الفرصة لسه موجودة والوالد والدة موجودين. اعملي بقى أطيع الله عز وجل فيهما. نعم. خاب وخسر. نعم. من أدرك أحد أبويه ولم يدخلاه الجنة يعني. طبعا. طيب استاذن حضرتك قبل ما نجاوب مدام عفاف معنا أختنا إيمان من القاهرة. ألو. تفضل يا استاذه ايمان سامعين حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك. اولا انا كنت في واحده انا كنت مخصمه هي مسيحيه وكنت حلفت حلفان كتير جدا انا ما نكلمهاش وفجاه بعد فتره من الشهور لقيتها رنت عليا بس انا مش عارفه رقمها صراحه يعني. كويس. ما فتحتش عليها فقلت نشوف الرقم ده الاول مين فلقيتها. فهل انا كده عليا وزر لان انا كلمتها؟ طيب انت كنت حالفه يمين يعني هي اللي بدات بالسلام. ايوه انا حلفت ان انا مش هكلمها خالص ومسحت ارقامها. طيب. وفجاه هي اتصلت بيا النهارده واخد بالك هي مسيحيه. هي جارتك يا ام يا مدام ايمان؟ لا لا مش جارتي خالص. بس معرفه او صديقه يعني. بالظبط. طيب تابعينا الدكتور مجدي ان شاء الله يجاوب حضرتك. ام ابراهيم من الدقهليه اتفضلي يا ام ابراهيم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ شريف؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور مجدي؟ ازي حضرتك يا فندم ربنا يبارك فيك. اتفضلي. ازي حضرتك؟ لو سمحت يا دكتور مجدي في خلاف في الكتب اللي انا بقرا فيها يعني القرطبي والجماعه دول اثبتوا الجهه والاستواء للعرش على العرش للذات المقدسه لربنا سبحانه وتعالى في خلاف يا ريت حضرتك تفهمنا الكيفيه غير معلومه طبعا بس هم مختلفين مع بعض الجهه والاستواء على العرش. انا القرطبي بيثبتها بيقول ان السلف الصالح اثبتوا الجهه واثبتوا حقيقه وجود العرش. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ طيب حاضر شكرا جزيلا يا ام ابراهيم. مدام عفاف كانت بترجو حضرتك انه هي قلقه يعني حلقات الدكتور محمد عوض معاده بتقول ان هي قبل كده كانت السنه اللي فاتت والدكتور الدومي بتتمنى انه يكون اكتر من حلقه في ان شاء الله يعني. هو الدكتور محمد عوض كان معايا على التليفون النهارده بيكلمني ان شاء الله يكون كل خير. احنا كل اللي هينفع حضرتك هنجيبه واشكرك على المتابعه لكل البرامج على قناه الناس وده اللي احنا عاوزينه من كل الناس ويقولوا لنا اللي هم عاوزينه ايه واحنا نحاول نجيبه. احنا بنحاول ننوع وبنحاول ننوع. عندنا خريطه الخريطه دي بتقول ايه. انا عارف لما نقعد نتكلم مع الناس كده لوحدي نص ساعه ممكن الناس تنام مني وما عندهاش وقت تسمع كده فبنحاول دلوقتي نقلل شويه في مده البرنامج. ليه؟ لما اتكلم 10 دقائق واديكي فايده واحده خلق واحد وتعملي بيه لان هو ده المطلوب احسن ما اتكلم نص ساعه واخر الكلام ينسي اوله. بنحاول ونجيب ان شاء الله المشايخ اللي حضرتك عاوزينهم بس احنا مرتبطين بخريطه. ليه؟ عاوزين نكتر عدد المشايخ. لو كل واحد خد مره مرتين ثلاثه لا احنا عاوزين. وخلي بال اللي هنجيبهم جداد بعد كده هيعجبوا حضرتك برضو. ومعانا الشيخ محمد الدومي والدكتور محمد عوض ان شاء الله باذن الله. بس احنا عشان خاطر عاوزين نركز كمان في تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي عشان نرجع للنبع الجميل. ولكن ده لا يمنع ان احنا المفسرين الجدد ان احنا نفتح لهم او نتيح لهم مساحه باذن الله. طيب مدام ايمان من القاهره يا دكتور كانت مخاصمه يعني صديقه ليها او معرفه وحلفت انها ما تكلمها لكنها استقبلت منها تليفون. طب احنا عاوز اقول لها بس حاجه. احنا ما فيش فرق في الصداقة بين مسلم ومسيحي. يعني هي مسيحية ما لناش دعوة. احنا بنتكلم على الجوار. بنتكلم صداقة. على حسن المعاملة. بنتكلم على الصداقة. ما لهاش دعوة الديانة هنا. الذي لك من اخيك هو حسن المعاملة. ونفس الحكاية لك منه. احنا هي بدأت انت حلفت ما تكلمهاش. وكأن حضرتك بتقصدي ما تبدأيش الكلام. ما تبدأيش بالكلام. فهي بدأت وانت رديتي عليها. دي ما فيهاش حاجة. وكان ينبغي ان انت ترد على التليفون حتى لو عرفت ان هو رقمها ترد عليها. لان ما نعصيش من حلف او نذر ان يعصي الله عز وجل فلا يعصيه وليطيعه يعني اكلم الناس وليكفر عن يمينه. فانت حضرتك لو انت حلفتي هنقول خروجا من الخلاف ان انت تطعمي 10 مساكين وما فيهاش حاجه ولو معكيش تقدر تطعمي 10 مساكين من 60 جنيه ل 100 جنيه نصوم 3 ايام.
مع ان المساله انت المفروض انت بتقولي مش هكلمها مش هرد عليها، فهي اللي كلمتك دي ما فيهاش حاجه، بس انا بقول خروجا من الخلاف، عملتيها ما عملتهاش خلاص ما عليكيش حاجه ان شاء الله. طيب عايز اسال ام ابراهيم ده موضوع مهم، القرطبي والاستواء على العرش هو القرطبي حضرتك ما قالش كده، هو ممكن ينقل عن بعض الناس، لان القرطبي من ائمه او نقول من كبار مفسري الاشاعره اللي هم اهل السنه. انما المساله بتتكلم عنها بقى اللي هي الاسماء والصفات، بتتكلم عن الاستواء، او بيقول ان بعض السلف يقول ان لله جهه، ما فيش حد قال كده ابدا ان لله جهه ابدا، لا يحويه مكان وليس متحيزا سبحانه وتعالى. ربنا ده مش حاجة يعني مخلوق وجسمه كبير والعينين كبار أبدا. عندما يأتي الأمر عن الله، القاعدة بتاعت أهل السنة الأشاعرة، كل ما ورد بالنسبة إلى الله في بالك فالله على خلاف ذلك أو على خلاف ذلك، يبقى هو غير كده تماما. ليه؟ لأنك أنت ما عندكش ذاكرة، ما عندكش معلومات في صورتك الذهنية ان انت تفتكره ازاي ولا عامل ازاي ولا في جهه انهي. لا 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 لا، لا يحويه زمان ولا مكان، خارج عن الزمان والمكان سبحانه وتعالى. بالنسبه للعرش، العرش موجود ده حقيقه، انما الاستواء يتكلم عنه بقى، ودي مساله يعني احنا بنقول جم اهل الاشاعره بيقول ايه، بيقول يا اما تقول استوى يعني استولى يعني هيمن على العالم خلاص لانه هو الملك سبحانه وتعالى، او تقول ان هو استوى. يعني ايه استوى؟ تقول ما اعرفش والله، هي جت في القران كده استوى على العرش، هي جت كده، لان دي بيبقى بالنسبه لك ليست من المحكمات من المتشابهات، لانك لا تعرف معناها بالنسبه لله، وان كنت تعرف معناها بالنسبه للغه. يبقى ليس كل ما جاء في اللغه يصلح ان نفسر به ما جاء عن الله عز وجل، لان ربنا خارج كمان عن اللغه في هذا الامر سبحانه وتعالى. يبقى حضرتك اللي بيقول كده احنا مش عايزين، لا ده استوى على العرش، وبعضهم يقول كانه جلس على العرش، ده صفة المخلوق وليست صفة الخالق سبحانه وتعالى. لا نلتفت لهذا الكلام، نمشي مع أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية أو الأشاعرة اللي هو عقيدة الأزهر الشريف وعقيدة أهل السنة جميعنا. هو مذهب الأشاعرة إن إحنا أقل شيء نقول يد الله فوق أيديهم، يعني يد الله والله أنا مش عارف. الأشاعرة يقولوا أنا مش عارف، قالوا إيه؟ تفسيرها قراءتها، نمرها كما جاءت، نقراها كده، معناها إيه؟ تقول في حق الله ما أعرفش. انما حق البشر لما يجي يد مجدي ايده ايه؟ اهي ايد مجدي اهي، ايد فلان اهي، انما يد الله لا ما اعرفش كده، اقولها اقراها انما معناها انا ما اعرفوش. او نستخدم اللغه بقى بس في التاويل بما يليق مع صفات الله وكماله، فنقول يد الله فوق ايديهم يعني قدره الله فوق قدرتهم هكذا. انما القرطبي ده من الاشاعره وراجل مالكي، عشان كده قالوا الساده المالكيه كلهم اشاعره، مفهومش حد ولا بيجسم ولا حد يقول بالإثبات ولا بالكلام ده كله، ده كلهم أشاعرة على مذهب أهل السنة والجماعة. طيب عايز نرجع لموضوعنا تاني، موضوع الخلاف والاختلاف وأهمية تحقيق الوحدة يعني أو التواصل. دكتور مجدي، هل تعتقد فضيلتك أنه يعني اختلافنا أو افتقادنا بالأحرى لمفهوم ثقافة الاختلاف أسهم في تولد الأفكار المتطرفة والجماعات المتطرفة؟ طبعا. ليه؟ أصل الاختلاف معناه إن في أكثر من رأي. الجماعات المتطرفة أحادية الرأي، فتقول إن أنا رأيي بس هو اللي صح خلاص. أنا أتفق في الثوابت والأصول الرأي واحد، الأمور القطعية اللي احنا بنسميها قطعية الدلالة والثبوت، إنما الأمور الظنية اللي هي ظنية الدلالة وظنية الثبوت أو ظنية الدلالة على الأخص، بنقول إن هي لا، دي ممكن تتغير فيها الآراء حسب قواعد اللغة، فممكن ده ليه رأي. وده الاختلاف اللي حصل في الفقهاء. يبقى في العقائد لا نختلف في الثوابت، إنما نختلف في المتغيرات. المشكلة إن الجماعات الإرهابية راحت عاملة إيه؟ الثوابت عندنا دايرة صغيرة عشان خاطر نجتمع عليها. الله موجود، في سيدنا النبي، في يوم الآخر، في القرآن نزل، في الصلاة، اللي هي الأمور المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة، ودي أمور مش كتيرة، فهي دايرة صغيرة ومعظم المسلمين متفقين عليها. والدايرة الكبيرة جدا دي المتغيرات، عشان نفضل نتحرك فيها حسب الزمان والمكان وحسب السياق وحسب كل بيئة. فاحنا جم المتطرفين عملوا ايه؟ قالوا الكبيرة قوي دي المتغيرات، لا احنا هندخلها في الصغيرة عشان تبقى الدنيا ضيقة. يبقى الواسع بيضيقوه علينا،
لما ضيقوا علينا الواسع اللي هو المتغيرات اللي هو الامور الظنيه اللي هي الامور اللي ممكن نختلف فيها، قالوا لا دي ما فيهاش اختلاف، فيجي يقول لك ايه ده الصلاه في المساجد اللي فيها اضرحه لا تجوز بدعه وممكن تكون كفر. طب دي مساله خلافيه بتخليها داخله في الكفر والاعتقاد ليه؟ عاوز يجيب الحاجات الصغيره الواسعه الكتير اللي هي ممكن نختلف فيها عشان الاسلام ينفع لكل زمان ومكان، عاوز يدخلها في الضيقه عشان الزمان عشان الاسلام ما ينفعش لكل زمان ومكان، ونعيش في نفس البيئه اللي عاش فيها الصحابه من 1400 سنه، وده استحاله يحصل لان ده ضد الاسلام مش مع الاسلام، لانه يصف الاسلام بالقصور مش بالشمول والعموم والخلود والنفع والصلاحيه الى اخر الزمان، لا يبقى نسيب الدائره الواسعه اللي فيها اختلاف. ودي العلماء بقى الفقهاء عملوا كده، كنا في لجنه الفتوى في الازهر حضرتك، كنت احضر مع المشايخ، وكان الشيخ عبد الله المشد كان رئيس لجنه الفتوى رحمه الله تعالى، والشيخ ابو النور زهر قاعد، وممكن الشيخ واحد اسمه الشيخ محرز، وممكن الشيخ عطيه صقر، والشيخ مسلم مالكي، الشيخ عبد الله المشد شافعي، الشيخ محمد ابو النور زهير لا الشيخ عبد الله المشد حنفي، الشيخ محمد ابو النور زهير شافعي، الشيخ مسلم مالكي، فقاعدين فتيجي المساله، فواحد يخش يسال في مساله للشيخ ابو النور زهير مثلا الشافعي ده، فالشيخ يقول له نعم، يقول له يا سيدي المساله كذا كذا، الشيخ يلاقي ان المساله على المذهب الشافعي مقفوله هحرمها عليه او مش هتنفع، فيقول له ايه، وهم بقى كنا فوق ال 80 وال 90، فيقول له بقول لك ايه امشي روح للشيخ عبد الله، هو عارف ان عند الشيخ عبد الله عند المذهب الحنفي محلوله مفكوكه، شوف بقى الاختلاف الجميل بيسهل على الناس، يبقى الاختلاف يؤدي الى التيسير، هو اذا ادى الاختلاف الى التعسير والى التفرق ثم الى التقاتل والتحارب، فهذا هو الاختلاف المذموم، او هو الخلاف او هو التفرق والفرق الذي نحن نهرب منه. لا ولا نفوك يا مولانا، وبنشكرك شكرا جزيلا يعني. احسن الله احسنت يعني، شكرا جزيلا لفضيله الدكتور مجدي عاشور، الحقيقه موضوع مهم جدا، نتمنى ان يكون عاد على حضراتكم بالفائده، ان شاء الله يكون لنا لقاء ثاني في جدد حياتك وبرنامجنا مع الناس في الاسبوع المقبل باذن الله. شكرا لفضيله الدكتور مجدي عاشور، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، لكن ابقوا معنا عندنا صوت رائع النهارده في فقرتنا الثانيه، وهي كما عودناكم كل اربعاء عن الانشاد الديني وهذه اللغه الراقيه والساميه، ابقوا معنا. وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك
دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. الله، أحسنت. زي ما وعدناكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع يحين موعدنا مع صوت يعني جديد وتجربة مختلفة في مجال الإنشاد، يملك صاحبها موهبة حقيقية فرضت نفسها على الساحة الفنية الراقية. مع هذه التجربة المميزة التي استمعنا إليها وإبداع فني رائق يأسر القلوب والأسماع ويحلق بها في سموات الحب الإلهي والمديح النبوي، نلتقي في فقرتنا الثانية من حلقة الليلة لنتعرف على ملامح تجربة ضيفنا، كيف استطاع الدخول إلى هذا العالم، رؤيته، طموحاته ومشروعاته أيضا المستقبلية في مجال الإنشاد الديني. ضيفنا هو المنشد محمد جمال. أهلا وسهلا محمد، برحب بيك، بشكرك على تلبية الدعوة ويعني وأحسنت. سؤالنا التقليدي يعني لازم نعرف تجربتك، من اكتشف موهبتك، بدأت الإنشاد إمتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنا محمد جمال، محمد إبراهيم، كلية التجارة جامعة الزقازيق. بدأت الإنشاد من الصغر خالص، أهلي اكتشفوا فيها الموهبة دي، بدأوا يحفظوني القرآن، يقولوا لي شيخ وكده. بدأت الإذاعة المدرسية من ثالثة ابتدائي لغاية ثالثة ثانوي، بقرأ في القرآن وكده في الإذاعة. بدأت بقى أنمي موهبتي، أسمع ناس قديمة، شيوخ الكبار العمالقة، وبدأت برضو أدرس في مدرسة إنشاد وفي كلام يعني إن شاء الله يعني بنمي الموهبة. عظيم عظيم. وانت استمرت في القرآن كمان ولا اكتفيت يعني؟ لا بفضل الله في الاثنين، في المجالين. بتسمع مين من المنشدين الكبار؟ هل بتتمرن ولا بتكتفي بالسماع؟ طبعا اي منشد، احنا مصر اللي بدأت الانشاد الديني وهي الاصل والمدرسة الاساسية في الانشاد الديني. المشايخ القدامى منهم الشيخ محمد عمران، منهم الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ السيد نقشبندي. طبعا انا بدأت اسمع الناس دي واحاول اقلدهم، واحاول يعني احاول، هم طبعا محدش يقدر يقلدهم، دول كانوا عمالقة بس. وفي دراسة دلوقتي في مدرسة في الانشاد الديني في القاهرة برئاسة الشيخ محمود التهامي. طبعا. وعادي انا بدأت التحقت بيهم او بدأت بس يعني بسبب ظروف الدراسة والسفر من الشرقية طبعا، ف مش منتظم. لا اظبط بإذن الله اول ما اخلص لازم اكون. طيب احنا بنحب دايما نسمع اكتر ما نتكلم عشان المشاهدين يستمتعوا بصوتك يعني، فمجهز لنا ايه تاني؟ في ابتهال قل لمن للشيخ محمد الهلباوي رحمه الله. الله، يلا هاتي ما عندك. قل لمن يفهم عني ما أقول، فصل القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى، كيف الوصول، كيف تجلى الله، أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول، هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات والسماء وتعالى قدره
احسنت يا محمد. يعني معنى كده انك متاثر بمشايخنا العظام القدام. ده حاجه للشيخ محمد الهلباوي. انت بتنتمي لمدرسه يعني الانشاد مدارس، هل انت بتنتمي لمدرسه معينه؟ انا عشان طبيعه صوتي اللي هو القرار اللي هو الصوت اللي هو الضخم الفخم ده، فانا بحب الشيخ نصر الدين طوبار والناس والشيخ محمد عمران برضو، انما الشيخ سيد نقشبندي ده يعني بيبقى فيه مشاكل لما بحاول اقلده كده. انما انا دلوقتي حبي للشيخ نصر الدين طوبار رحمه الله والشيخ محمد عمران. تقليد ولا بتاخد من الروح او تقول حاجه بطريقتك انت وبروحك انت؟ طبعا لازم اول حاجه نقلد، بعد كده لما نتعلم منهم كويس واشوف هو مثلا العربه دي استخدمها ازاي، الحاجات دي كده احاول انا ابدع اطور من اسلوبي ابقى افضل. انت بتتدرب ما انا مع نفسي على طول يعني نفسك. قدام المرايه وفي الكليه عندنا تسمع؟ اكيد بسمع كتير ليل ونهار. اكيد. طب يلا. في حاجة عبد الحليم حافظ، يا سلام، كان قال حاجة اسمها أنا من تراب. أنا من تراب. صلاة الزين على طه نور العين، ألف صلاة الزين على طه نور العين، يكرمنا في الدارين بشفاعته عند الله. الله 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 على نور رسول الله، الله الله الله
على نور رسول الله. طه اللي في المعنى حب مجمعنا، طه اللي في المعنى حب مجمعنا، ياللي انتو هنا معنا حي رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. امتى هشوف عيني وحد ايده بايدي، امتى هشوف عيني وحد ايده بايدي، واقول له بحبك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. عليه الصلاة والسلام. أحسنت يا محمد. قول لي رأيك إيه في مستوى الإنشاد حاليا في مصر، يعني في العصر الحالي مقارنة بالمنشدين العظام اللي أنت متأثر بيهم وأنشدت ليهم من شوية؟ طبعا هو الإنشاد الديني مش واخد مكانته اللي يستحقها. هو المنشد الديني ده المفروض يبقى ليه مكانة خاصة، إن هو واحد بيوصل رسالة ممكن غيره ما يقدرش يوصل لها، بيوصل رسالة ليه مكانة، واحد بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، بيشجع الناس ان هم يصلوا على النبي، ان هم بيغير سلوكيات فيهم وكده. انا شايف ان دلوقتي لسه الانشاد الديني ما خدش المكانه اللي استحقها. هو مين من المنشدين دلوقتي انت شايف انه يقدر يملا فراغ العظام اللي فاتوا؟ اكيد موجود كتير، موجود ماهر زين، موجود سواء جوه الاذاعه او بره موجود ماهر زين، موجود ناس كتير دلوقتي، موجود مصطفى عاطف. تستمتع بيهم؟ اكيد اكيد طبعا. قول لي طيب فكرة انه الانشاد مش واخد وضعه، هل التقنيات الحديثة وانتشار شبكة الانترنت يعني بشبكاته المختلفة ما ساعدش شوية على زيادة التواصل، الناس تسمع اكتر، انتوا تستخدموا هذه المواقع والمنصات يعني في الوصول للشباب وللناس؟ هو المواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك وكده ده يعني الملاذ الوحيد للمنشدين دلوقتي. الملاذ الوحيد بعد يعني فضل ربنا، يعني دلوقتي اي حد بيكون صوته حلو وربنا كرمه وكده بيروح جاي منزل مثلا فيديو، منزل صوت وكده، والناس تتفاعل وتشوف وكده. ده في قنوات للانشاد الديني دلوقتي مش كده؟ اكيد اكيد، بس يعني برضو يعني هو يعني الانشاد يعني رجع بس يعني بنسبه بسيطه، احنا نتمنى اكتر من كده. طبعا وزاره الشباب عملت مسابقات وادرجت الانشاد الديني السنه اللي فاتت والسنه دي. انت اشتركت في احداها؟ الحمد لله، ابداع السنه اللي فاتت 3 والسنه دي ابداع 4. هايل. وكنت واخد مركز اول على مستوى جامعه الزقازيق، وهي دي بتبقى بين جامعات مصر والمعاهد العليا وكده، بنصفوا بقى وبيطلعوا على 3 على مستوى الجمهوريه. وانتم منتظرين النتيجه دلوقتي؟ باذن الله. باذن الله موفق ان شاء الله باذن الله بدعوة. طيب هتسمعنا ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا من اذا جن الظلام الشيخ مشعل عفاسي. يا من اذا جن الظلام دعوته، يا من خلق الجن والإنسان، أنت
الإله الواحد الفرد الصمد سبحان من من نطفة سواني وخلقتني والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا جل الأديان ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلان رباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا كم ذلة شاهد عليها لساني رباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا كم ذلة شاهد عليها لساني يا من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان كم كنت في الدنيا أحب جمالها كعروسة فستانها الأزمان نله ولا ندري لأين مصيرنا إلى أن كبرنا وشابت العينان ورأيت أولادي صغارا حولنا وذكرت من في عطفه رباني وذكرت أيام الصبا وكأنها سبحان من جعل السنين ثواني. أحسنت يا محمد. طب بجد اسعدتنا وسعداء بك النهارده وشرفتنا ويعني انك تكون قضيت معانا وقت طيب. بس قول لي قبل ما نختم انت ناوي على ايه في المستقبل؟ ايه مشاريعك اللي بتشتغل باذن الله؟ انا ناوي اكون اكاديمي، اكون منشد مثقف، ادرس موسيقى، ادرس مقامات، احسن من نفسي، اسمع اكتر. طب يلا على مدرسه الانشاد بقى باذن الله. باذن الله شيخ ابي يونس بقى والشيخ طه السندراني يظبطوك يعني. طبعا باذن الله. انا بس مستني اخلص الدراسه وهانت ما عادش الا سنه وترم ان شاء الله اخلص دراسه واكون من اول الناس اللي اقعد تحت ايديهم باذن الله. موفق ان شاء الله وسعدنا بيك. المنشد محمد جمال زي ما تابعتونا مشاهدينا الكرام كان هو ضيفنا الليله دي في فقره الانشاد اللي متعودين نقدمها لحضراتكم كل يوم اربعاء. ان شاء الله اسبوع جديد وانا يعني اعود والتقي بكم باذن الله لو كان في العمر بقيه يوم السبت المقبل وبرنامجنا مع الناس. حتى ذلك الحين نترككم في امان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.